مرحبا معي مشاهدينا بكل من يتابع برنامج 7 على 7 من الأحد للخميس، حياكم الله في برنامجكم المتميز والمنوع. مشاهدينا، من المقرر أن يشهد العالم اليوم الأحد خسوف القمر الوحيد الكلي خلال عام 2019، وذلك عندما يقع ظل الأرض على القمر، حيث سوف يتحول لونه إلى لون برتقالي مائلا للحمرة. ومن المقرر كذلك أن يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في نصف الكرة الغربي وأوروبا والجزء الغربي من أفريقيا، بالإضافة إلى شمال روسيا. وفي حال كانت أحوال الطقس جيدة، فإن خسوف القمر قد يجتذب نحو 2.8 مليار شخص، وسوف يحظى سكان أمريكا الشمالية بأفضل رؤية للخسوف، حيث يظهر في السماء ابتداء من الساعة 9:36 مساء بالتوقيت الشرقي اليوم. وقالت الإدارة الوطنية للملاحة الجوي والفضاء ناس أن هذه سوف تكون أول مرة منذ 3 أعوام تتمكن فيها أمريكا الشمالية من رؤية خسوف قمر كلي، وسيتمكن كذلك المواطنون في أوروبا من رؤية الخسوف فجر غد الاثنين. ويطلق على هذا الخسوف القمر الدموي، حيث أن لون القمر يتحول برتقاليا مائلا للحمرة خلال فترة الخسوف، ويرجع تغيير لون القمر إلى نشر الذرات الصغيرة التي يتألف منها الغلاف الجوي للأرض اللون الأزرق لدى مرور ضوء الشمس عبره، مما يخلف لونا أحمر في معظمهم. مواضيعنا اليوم متنوعة وجميلة، أكيد بنسلط الضوء على أجواء الدولة في الأيام المقبلة، ودور الأندية الثقافية الرياضية في المجتمع، ومبادرة 101 فكرة وفكرة، وكذلك إطلاق الموارد الطبيعية بالفجيرة لسيارة السعادة. وبنسلط الضوء كذلك على بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوتسو. أما الآن مع فقرة الأخبار المنوعة ومع زميلتنا ليالي، بس خلونا قبل نمسي عليها. ليالي، يسعد لي مساك. مساء الأنوار لك زميلتي سهام ولكل المشاهدين الكرام. شو جديدك من اليوم من الأخبار؟ سهام، ما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق اسم إكسبو على شارع جبل علي الإهباب، وهو طبعا الشارع المؤدي إلى موقع معرض إكسبو 2020. ما شاء الله، الله يحفظ الجميع. طبعا هذا جميلة. المعرض ينظم لأول أكيد. مرة في المينا ريجن ميدل إيستن نورث أفريقيا وأيضا في جنوب آسيا، وسهام من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، بمعظمهم لنقل أكثر من 75% من خارج الدولة. والأجمل من ذلك أن بيكونوا متطوعين بناتنا الإماراتيات وشبابنا الإماراتيين بموجودين متواجدين بكثرة في هذا إكسبو. كما هو الحال دائما، هكذا اعتدنا عليكم. نعم. على السهام، كلنا نتطلع قدما إلى 20 من أكتوبر 2020. إن شاء الله. خلينا نسمع معك الأخبار. بالتأكيد. شكرا لك. 20 من يناير 2019، مشاهدينا أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسومة رقم 4 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم. حيث تعد المؤسسة الإقليمية الأكبر في مجال العمل الخيري والإنساني، وتضم تحت مظلتها 33 مؤسسة إنسانية وتنموية ومجتمعية ومعرفية وثقافية، ويستفيد منها أكثر من 69 مليون شخص من 68 دولة بحجم إنفاق تخطى عتبة 1,800,000,000 درهم في عام 2018. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن منطقة العين تتميز بتاريخها الطبيعي الغني والممتد إلى عصور مغلة في القدم، الأمر الذي يحتم علينا الحفاظ على مواقعها المتنوعة، فهي تثري التجربة الإنسانية عامة وتكشف عن تاريخ الأجداد العريق وعن كيفية تعايشهم مع مختلف الظروف الطبيعية خلال مراحل مختلفة عبر الزمن. وقال سمو خلال زيارته لموقع مدافن جبل حفيد ومنطقة أم غافة
وعود الراحة في مدينة العين، إن زيارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله المتعددة على امتداد الوطن شكلت نقطة تحول كبيرة لخير الوطن والمواطنين، مضيفا سموه: زرت عود الراحة في أم غافة بعد 41 عاما من أول زيارة قام بها الوالد زايد بعد الاتحاد، فرحة المؤسس نتلمسها اليوم ونحن نشاهد بعز وفخر نظرته الثاقبة في بناء الإنسان والعمران. وأكد سموه أن الحفاظ على البيئة الطبيعية يعد من الأولويات الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتنميتها. في شق مغاير، عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية العزم لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأعلنت اللجنة برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عن الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط ممثلا الجانب السعودي، عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات وغيرها. إلى سياق مختلف، حيث عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول برئاسة عبد الرحمن محمد ناصر العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لمناقشة آخر التطورات والمستجدات وبحث الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية بقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى نصف الأعضاء عبر الانتخابات القادمة، الذي اعتبره تطورا طبيعيا لإنجازات الإمارات في ملف تمكين المرأة الإماراتية. وقال معالي في تغريدات عبر تويتر إن انطلاق أعمال اللجنة الوطنية للانتخابات استعدادا للانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي خطوة أخرى تعزز استراتيجية التمكين في الإمارات، تعزز صرح دولة الاتحاد وتدعمها الإمارات، وعبر خطواتها المتقدمة في مجموعة من الملفات تعزز نموذج الدولة العربية الناجحة، تكسر عبر مسيرتها الخيرة النمطية الكاذبة التي يحملها البعض للمجتمعات العربية والمسلمة. إلى سياق آخر وإلى الهند، حيث استقبل دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على هامش ترأس معاليه لوفد الدولة الرسمي المشارك في الدورة 9 لقمة جوجارات الحيوية 2019. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين الدولتين في كافة القطاعات وتدعيم العلاقات الراسخة وأواصر الصداقة المشتركة. وفي هذا الصدد قال معالي ثاني الزيودي في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة إن طبيعة العلاقات والترابط بين الشعبين الإماراتي والهندي متأصلة ومتجذرة لسنوات طوال، حيث كانت تنشط حركة التجارة بينهما وتعززت ووضع لها شكل وإطار تنسيقي واضح مع زيارة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إلى الهند عام 1975، ثم زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي إلى الإمارات في العام 1981. ومع هذا الخبر مشاهدينا أختم وإياكم فقرة الأخبار المنوعة، إلى فاصل ونعود. حياكم الله مشاهدينا. شهدت معظم مناطق الدولة خاصة المناطق الغربية والمكشوفة والجزر أجواء مغبرة بسبب ذرات الأتربة والرمال العالقة في الجو والتي جلبتها الرياح الشمالية والغربية النشطة، حيث بلغت سرعتها إلى أكثر من 55 كيلومتر في الساعة قادمة من شبه الجزيرة العربية منذ يوم الجمعة الماضي. وعملت على تدني الرؤية الأفقية إلى 1500 متر أحيانا، بينما استمر البحر مضطربا وجه عام إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي الأستاذة آمنة الزعابي. أستاذة آمنة يسعد لي مساك.
مساء الخير اختي سهام. مرحبا مساء عليكم بالخير والصحه والعافيه. مساء سعيد يا رب. خلينا بدايه نتكلم عن مدى استمراريه الغبار والرياح في الايام القادمه ان شاء الله. الغبار تلاشى الحمد لله وانتهى التحذير اليوم الساعة 2 الظهر. نعم. وحاليا ليس هناك أي تحذير والحمد لله الأجواء صافية وما في أي غبار إن شاء الله. إن شاء الله. توقعاتكم انخفاض درجات الحرارة؟ بالنسبة لدرجات الحرارة فسجلت أعلى درجة حرارة لهذا اليوم في كلبة وكانت 24.5 درجة مئوية. نعم. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 11 و18 درجة مئوية. ما شاء الله. هل هناك تحذيرات أخرى لمرتادي الطرق في حال استمرار الرياح؟ حاليا هناك تحذير على البحر، فالبحر مضطرب الى شديد الاضطراب احيانا في الخليج العربي، وارتفاع الموج من 2 إلى 4 يصل 5 أقدام قرب الساحل، ومن 6 إلى 8 يصل 10 أقدام في العمق. وبعد في بحر عمان مضطرب الموج وارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام قرب الساحل، ومن 5 إلى 7 يصل 8 أقدام في العمق. لذلك يحذر المركز الوطني للارصاد الاخوه مرتادي البحر من ارتياد الخليج العربي وبحر عمان بسبب اضطرابهما. ان شاء الله. استاذه امنه، بما انك متواجده معنا خلينا نتكلم عن حاله الطقس بشكل عام في الاسابيع المقبله. حاله الطقس بشكل عام صحو الى غائم جزئيا. نعم. في الايام المقبله هناك فرصه او احتمال لتشكل الضباب الى ضباب خفيف صباح الاربعاء وصباح الخميس. نعم. المتنبئ الجوي استاذه امنه الزعابي، شكرا على هذه المداخله الجميله. مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا إلى موضوع آخر عن الحديث عن المنصة الشارقة للأفلام. أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج الدورة الافتتاحية لمنصة الشارقة للأفلام، والذي يتضمن عرض أكثر من 140 فيلما على مدى 9 أيام بدءا من اليوم الجمعة الماضي في 4 مواقع من إمارة الشارقة، وهي سينما سراب المدينة وسينما الحمراء ومعهد الشارقة للفنون المسرحية وقاعة أفريقيا. المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. افتتحنا اليوم منصة شارقة للأفلام، وهذه مبادرة جديدة من قبل مؤسسة شارقة للفنون. هذه المبادرة تركز على دعم الأفلام وصناعة الأفلام والسينما في الإمارات والعالم العربي والمنطقة بشكل عام. في هذه الدورة الأولى سنعرض أكثر من 140 فيلم من أكثر من 40 دولة، والأفلام في أفلام قصيرة وطويلة، روائية وثائقية تجريبية، وبنعرضها في مواقع مختلفة في إمارة الشارقة. في ختام هذا البرنامج سنعلن عن جوائز أفضل أفلام وثائقية وتجريبية وروائية من قبل لجنة التحكيم. والبرنامج الفكرة أنه بيكون برنامج سنوي، وبتزامن مع البرنامج عندنا مبادرات تعليمية تركز على صناعة الأفلام، كتابة سيناريو وأشياء مثل هذه. وفي نفس الوقت عندنا ندوات ونشتغل مع مخرجين سينمائيين ويتكلمون عن الصعوبات اللي هم يواجهونها في صناعة الأفلام وشو نحتاج احنا في المنطقة كمؤسسات تدعم الفنون وكناس يشتغلون في مجال السينما. طبعا احنا فكرتنا ان نعطي المخرجين منصة يعرضون فيها الأفلام، بس بعد ما تنعرض في مؤسسة عالمية مثل مؤسسة شارقة للفنون طبعا ممكن تنعرض في مهرجانات سينمائية او دولية في اماكن اخرى. الفكرة أن يكون مهرجان سنوي، فهذه أول مبادرة وإن شاء الله السنوات القادمة يكون أكبر وأفضل. أولاً أتشرف أن فيلمي ليمون تم اختياره لليلة الافتتاح حق منصة الشارقة للأفلام، وأعتقد هذا الشيء بيضيف لصناعة السينما في الإمارات، خاصة أن يوفرون تمويل للأفلام القصيرة، وكنا محتاجين منصة مثل هاي تدعم المخرجين اللي يسوون أفلام قصيرة، أفلام تجريبية، فأي حد يعني ممكن يشارك. يعني فيلم ليمون يتكلم عن ربة بيت مهملة من قبل زوجها، فتحاول تشد انتباهها يعني بطرق مختلفة.
وعنوان ليمون يعني ما بأحرق عليكم القصة، فلازم تشوفون الفيلم عشان تفهمون شو الموضوع بالضبط. الفيلم إماراتي، ممثلين إماراتيين، طبعا في مثلا دور الخادمة، بس التركيز هو على الشخصيتين. يعني بما أنه فيلم قصير ما حبيت يعني أدخل وايد شخصيات برا، فأركز على حالتهم النفسية اللي هم عايشينها. مشاهدينا، باتت الأندية الثقافية والاجتماعية اليوم من أبرز الوسائل التي تساهم في تنمية المجتمع وتعريف أطيافه بما يدور حوله. ولعل من أبرز ما تقوم به هذه الأندية من دور فعال هو تنمية المعارف الثقافية والعلمية لدى المجتمع، وكذلك توعية المواطن بمسؤولياته الاجتماعية والثقافية والسياسية والإعلامية داخل المجتمع، بالإضافة إلى دعم الوحدة الوطنية وتحقيق الترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد. أهمية وجود اللجان أكيد هذه بنتعرف عليه مع ضيفنا اليوم الأستاذ محمد عمران، مسؤول الأنشطة الثقافية والمجتمعية في نادي عجمان. مرحبا بك ونورت البرنامج. الله يسلمك أختي سهام، مشكورة على الاستضافة، وشكر قناة الفجيرة على البرنامج الرائع. واجب علينا نسلط الأضواء على مثل هذه المبادرات الجميلة في دولة الإمارات. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. بداية أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن أهمية وجود اللجان الثقافية والمجتمعية في الأندية الرياضية. طبعا دور الدور الثقافي والمجتمعي في أي نادي رياضي دور مهم جدا، لأنه يستهدف فئة مهمة من فئات المجتمع اللي هي فئة الطلاب اللي هم اللاعبون. اللاعب هذا يقضي تقريبا 5 ساعات في النادي. فنحن قبل ما نفكر أن نغذيه رياضيا لازم نغذيه يعني ثقافيا. فدائما تشوفين الأندية ترفع شعار الثقافة قبل الرياضة. فنادي عجمان الثقافي الرياضي من أهمي أو أهم شيء ممكن يعني يقوم فيه أو تقوم فيه اللجنة الثقافية هي إنشاء جيل مثقف وواعي، علاوة إلى الجانب الرياضي اللي هو ينمي القدرات والمهارات. أكيد. طيب إذا تكلمنا عن تأثير هذه الأندية الرياضية على هذه الفئة، فئة الشباب أو فئة الطلبة والطالبات مثلا المدارس. الله يحفظك. أول شيء دور اللجنة الثقافية في النادي لا يقتصر على اللاعبين فقط. النادي فيه هو كأسرة تتكون من جهاز فني وإداري ولاعبين وأولياء أمور ومشجعين. فنحن دائما في خططنا ما نستهدف بس اللاعبين، نحاول نغطي أكبر عدد من الفئات اللي موجودة. مهم جدا وجود مثل هذه اللجنة في أي نادي رياضي. الأهمية أو نحن من الأشياء اللي يطلعون فيها أسرة النادي هذه، أول شيء زيادة الثقافة العامة، زيادة الاحترام المتبادل، التسامح. يعني هي مجموعة قيم يستفيد منها اللاعب أو أسرة النادي هذه من خلال البرامج والأنشطة المقامة في النادي. جميل. طبعا مسمى النادي جمع بين مسمى ثقافي ورياضي، جمعته شيئين أتوقع أن الهدف واحد. أكيد. الهدف واحد. ويمكن يعني للأسف أن في أغلب أنديتنا يكون التركيز منصب على الجانب الرياضي فقط. لكن لله الحمد والشكر نحن في نادي عمان نشكر أول شيء سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورئيس نادي عجمان. وأخوانا أعضاء المجلس وعلى رأسهم سعادة خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة، وأخوانا الأعضاء، وأخص بالذكر أيضا مشرف المراحل السنية الأستاذ يحيى خلف المطروشي على اهتمامهم وعلى حرصهم في تنفيذ المبادرات هذه. نحن دائما يعني دائما ما نتريى منهم الدعم المادي أو الدعم المعنوي، وهذا اللي محصينه. فعشان شيء يكون عندنا تنوع كبير في البرامج والأنشطة المقدمة. خلينا نتكلم أكثر عن البرامج المقدمة والأنشطة المقدمة من خلال هذا النادي للطلب والطالبات. نحن طبعا الأمثلة اللي بذكرها على سبيل المثال لا للحصر، عندنا عدد من المجالات. لو نفترض نتكلم عن مجال المسؤولية المجتمعية، فنحن دائما يعني نستهدف أغلب فئات المجتمع بالمشاركة في أيامهم العالمية كاليوم العالمي للمسن، اليوم العالمي للمعاق، اللي منهم متلازمة داون، المعاقين سمعيا، التوحد وغيره. بالتعاون مع شركائنا اللي هم يعني مدينة تشارج الخدمات الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان والكثير من الشركاء المميزين صراحة في الجانب. زايد عندنا مجال الهوية الوطنية
جميل. المجال هذا مهم جدا أكيد. والطالب أو يمكن الأغلب يعني ما يكون عنده خلفية عن المواضيع هذه. وهذا دور مجتمعي كامل أصلا. بالضبط. نحن طبعا ننفذ عدد من المبادرات، منها مثلا الدرابة والسنع. صحيح. نشكر طبعا الأخت موزة الشحي، هي سفيرة التراث. نعم. يعني أحد يعني شركاء النجاح في المجال هذا، زايد المواطنة الإيجابية. جميل. هذه من البرامج اللي قدمناها، وفي عدد من البرامج نحن نقدمها في هذا المجال. نعم. المجال الصحي طبعا يهمنا صحة وسلامة اللاعب، فنحن دائما نقدم محاضرات عن مثلا أضرار التدخين، التغذية السليمة للاعب، وعدد من المبادرات اللي ممكن أن تنمي أو وتزيد ثقافة اللاعب في مجال الصحة. نعم، تكلمت أن هناك كذلك اهتمام بفئة أصحاب الهمم، خلنا نتكلم عن هالفئة شوية. نحن يعني نتشرف طبعا بإقامة مبادرات لأصحاب الهمم. نعم. المبادرات هذه مثل ما قلت بالتعاون مع عدد من الشركاء. نعم. اللي دائما يعني يسعدون بإقامة فعاليات لهذه. صحيح. لفئة أصحاب الهمم، يعني اليوم العالمي للمعاق، اليوم العالمي لمتلازمة. نعم. داون. محمد، يعني يكون معكم الافراد الموجودين، الفئات الموجوده. أيوة. متطوعين معكم. تقريبا السنه اللي طافت. نعم. يعني تشرفنا بمشاركه سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي بالفعاليه، وكانوا صراحه وايد سعداء اصحاب ملازمه داون، اصحاب الهمم. نعم. يعني ودائما نرحب يعني بمثل هذه المشاركات مع الشركاء. ما شاء الله. اي جمعيه ذات نفع عام تحب ان تشاركنا في اي مبادره. صحيح. في اي مجال نحن دائما ابوابنا مفتوحه حقهم. ما شاء الله. اذا تكلمنا عن انجازات وبطولات نادي عجمان الثقافي الرياضي. انجازات اللجنه الثقافيه لله الحمد في عام 2017 حصلنا على افضل جهه منظمه لفعاليات رياضيه على مستوى عجمان، زايد السنه تقريبا الماضيه 2018 كنا احد شركاء النجاح في لدائره البلديه والتخطيط بعجمان. اضافه الى الادوار، طيب الادوار اللي قمتوا فيها يعني فالمبادرات الجميله هي طال عمرك تكون شراكه يعني. نعم. نحن النادي عندنا عدد من الصالات مثلا المغلقه وعدد. نعم. من الملاعب المفتوحه، فاصحاب الهمم مرات تكون عندهم فعاليات رياضيه. نعم. فنشاركهم الفعاليات هذه، اضافه الى ان نحن نحضر المراكز اللي خاصة فيهم وندعمهم ونقدم لهم هدايا. قبل سنة تقريبا سوينا مبادرة لأصحاب الهمة بالتعاون مع بلدية عمان. ما شاء الله. كانت المبادرة هي مفاجأة حق أصحاب الهمم، كانوا جايين يتمرنون في النادي، فنحن دخلنا عليهم التدريب فجأة وقدمنا لهم عدد من الهدايا. جميل. يعني ما يعني سعادة لا توصف. نعم. الصراحة نقول لفتة إنسانية. أكيد. على إنجازاتكم وأنشطة اللي قدمتوها، نقول في عام زايد، عام التسامح. إنزين. مفاجآتكم. مفاجآتنا طبعاً الأندية الرياضية دائماً ما ترتبط بموسم رياضي. صحيح. نحن ما نبدأ موسمنا الرياضي في بداية السنة، الموسم الرياضي يبدأ عندنا تقريباً من شهر 8 وينتهي بشهر 6. نعم. فنحط الخطة على هذه الشهور، لكن. نعم. نحن تدخل علينا مبادرات حسب توجهات. صحيح. الدولة. نحن في عام التسامح يعني من المبادرات الحديثة اللي سويناها وتنشر ثقافة التسامح هي يوم كانت مباراة الهند والإمارات. نعم. فالمركز الإعلامي عندنا في النادي استضاف كل الفئة الخدمية اللي من هذه الجنسية. جميل. وسوينا لهم على شكل سينما وقدمنا لهم المأكولات والمشروبات، فكانت الفرحة كبيرة حتى. أكيد. يعني ردت فعل الفئة هذه اللي هم يعني من الجنسية الهندية أنهم قالوا والله ما تهمنا يعني ما يهمنا إذا فزنا أو خسرنا. صحيح. نحن في الإمارات وحبنا الإمارات. الحمد هذا لله. يخلينا إذا خسرنا من الإمارات ما نزعل. أكيد. وهذه يمكن أحدث مبادرة تمت في عام التسامح، وفي فعاليات طبعا بيتم تنفيذها إن شاء الله. نعم. قريبا. عن الشراكة المجتمعية تحدث أن هناك كثير من المؤسسات ما بينكم ما شاء الله، هل هناك شراكة ما بين وزارة التربية والتعليم مثلا؟ أيضا في شراكة مع وزارة التربية والتعليم اللي هي منطقة عمان التعليمية. نعم. نحن عندنا فئة اللاعبين هم فئة طلاب. نعم. يعني بالتعاون مع أحد المعاهد الموجودة اللاعب يقدر
يدخل أي معهد مجاناً خلال أي فترة من فترات الدراسة، مش مقتصرة بس على الامتحانات. نحن يعني إذا شفنا قصور من أي لاعب في الدرجات خلال فترة معينة نشله ونوديه المعهد وتتكفل يتكفل في النادي. ما شاء الله، الله يعطيكم ألف عافية يا رب. كلمة أخيرة قدمها محمد خير برنامجنا. أول شيء أشكرك أختي سهام على الاستضافة، واجب علينا، وأشكر قناة الفجيرة وعلى البرنامج هذا الرائع، وأدعو جميع الأندية على التركيز على الجانب الثقافي، لأن هذا الجانب اللي يعني يعتبر أهم جانب، ودائما نحن بديع على الرياضة. أكيد. الأستاذ محمد عمران مسؤول الأنشطة الثقافية والمجتمعية في نادي عجمان، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. مشاهدينا، وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل أنشطتها وفعاليتها بتنظيم ورشة عمل حول الملكية الفكرية للدواء في الإمارات بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وممثلين من الهيئات الصحية المحلية ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية ومجمع دبي للعلوم ورابطة فرماج ومصانع الأدوية المحلية. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور أمين حسين الأميري. مرحبا بك دكتور، ونورت البرنامج. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساءك سعيد يا رب. دكتور، خلينا نتكلم أو نبغى تعريف للملكية الفكرية للدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الملكية الفكرية عبارة عن الحماية التي تعطيها بلد المصدر أو بلد المنشأ من خلال الهيئات الدولية المعنية بالتسجيل الدوائي، مثل هيئة الدواء والأغذية الأمريكية أو الهيئة الأوروبية للدواء، ابتداء من تاريخ تقديم الملف لهذه الهيئة لعام لمدة 20 عام. يعني من تاريخ تقديم الملف لمدة 20 عام هي الحماية لهذا الصنف الدوائي، حيث لا يستطيع أي شخص أو أي مصنع أو أي جهة على مستوى دول العالم بإنتاج نفس المادة الفعالة والمولكيولز لهذا الصنف الدوائي طوال 20 عام. نعم دكتور، الهدف من إقامة هذه الورشة؟ طال عمرك دعم للقانون الاتحادي الصادر في عام 2002 من حضرة صاحب السمو رئيس الدولة، ومن ثم تعديل هذا القانون في عام 2007 وإعطاء الحق أو تحويل هذا القانون من وزارة المالية والصناعة آنذاك إلى وزارة الاقتصاد، ودعم هذه الجهود المبذولة لحماية الأدوية المبتكرة في دولة الإمارات، ودعم الاستثمار العالمي في الدولة، حيث أن الإمارات تميزت، دولة الإمارات تميزت في مجال حماية الملكية الفكرية، واستطاعت من خلال هذا التميز أن تجذب قرابة 100 شركة عالمية لها مكاتب إقليمية في دولة الإمارات، والخدمات اللوجستية لاستيراد وإعادة تصدير الأدوية، وتقوم بصرف قرابة 3.1 مليار درهم إماراتي سنويا ضمن نطاق الأبحاث والدراسات والتكاليف التقليدية الاعتيادية سنويا في دولة الإمارات من خلال هذه المكاتب. نعم، خلينا نسلط الضوء دكتور على النقاط التي تمت مناقشتها في هذه الورشة. من أهم النقاط تشجيع الشركات العالمية والإقليمية للدواء التي لديها ابتكارات حديثة بأن تكثف جهودها نحو تسجيل هذه الملكيات الفكرية لدى وزارة الاقتصاد. ثانيا، إيجاد حلقة تواصل بصورة مباشرة بين هذه الشركات العالمية والإقليمية مع وزارة الاقتصاد أو المكتب الخاص بحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم واقتراحات هذه الشركات العالمية في سبيل تسهيل إجراءات تقديم ملفات حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دعم هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد، وكذلك إيجاد الشراكة الاستراتيجية بين كل الأطراف والتي كما ذكرناها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الاقتصاد والشركات العالمية والإقليمية المعنية بالصناعات الدوائية المبتكرة. نعم دكتور، خلينا نتكلم عن رؤية الإمارات في مجال حماية الملكية الفكرية. دولة الإمارات العربية المتحدة في الواقع هي والحمد لله رب العالمين أول دولة على مستوى الشرق الأوسط شمال إفريقيا التي وقعت على اتفاقية تريبس
في باريس، وهذا قبل سنوات عديدة، وأصبحت دولة الإمارات الحمد لله تحترم وتحافظ على الملكية الفكرية ليس فقط في مجال الدواء وإنما في كل المجالات. وصدور القانون الاتحادي لعام 2002 ومن ثم التعديلات لعام 2007، هذه الأمور تؤكد التزام دولة الإمارات في حماية الملكية الفكرية وبالتحديد بالنسبة للأصناف الدوائية، وهذا لا شك سوف يدعم الاستثمار في القطاع الصحي والدوائي في دولة الإمارات، يدعم مكانة الدولة عالميا ومكانة الدولة في التنافسية فيما يختص بالابتكارات والملكيات الفكرية كافة المجالات وبالتحديد الأدوية. آمين. دكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسيادة الصحة العامة، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. مشاهدينا، وإلى موضوع آخر، حيث نظم بيت الفن التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مساء أمس ورشة صناعة مباخر الكونكرت باستخدام الجبس والأسمنت لتشكيل قوالب المباخر وتزيينها، وذلك لتشجيع المواهب الفنية. المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. ورشتنا هي عبارة عن صناعة مباخر الكونكريت، طبعا هو شيء جديد على الفن لأنه شيء يعني فيه من سكالتشر اللي هو النحت في الفن، لأنه النحت أغلب شيء أكثر أشياء اللي هي موجودة حاليا هي الرسم وهيدا أشياء ثانية، بس النحت ما كثير يعني هنا نسمع عنها، فحبينا نقدم هاي الورشة يعني عشان يستفيدوا منها شيء جديد. نحن بنصنع طبعا المباخر، بنستخدم مادتين اللي هي مادة الجبس ومادة الإسمنت، غير الأشياء اللي نعرفها قبل اللي هي من السيراميك الخزف. إن شاء الله يكونوا يعني اللي معانا الطلاب اللي معانا يكونوا استفادوا. طبعا هذا ثاني يوم في الورشة، نحن ابتدينا من يوم 17 من الساعة 5 للساعة 9، اليوم كمان بنواصل الورشة، في عنا أعمال بديناها بنكملها إن شاء الله اليوم. اليوم بندخل مادة الإسمنت على الجبس عشان نسوي بيها ميكست بين الإسمنت والجبس في صناعة المباخر. طبعا الديزاين اخترنا إنه يكون ديزاين مختلف على الديزاينات اللي نشوفها اللي هي للتسويق، احنا يعني اكثر منها للفن، اكثر منها الشيء يعني يكون تراثي شيء جديد على صناعة المباخر. انا احب اشارك في ورش وموهبتي هي الرسم، شاركت في ورش كثيرة مثل الديكوباج واساسيات الرسم، وحبيت أشارك اليوم في صنع المباخر وتزيينها مع أستاذة زهية. اليوم في بيت الفن أتعلم موهبة جديدة، وأنا قبل جاية هنا وتعلمت أشياء أنا ما كنت أعرفها قبل مثل الكيدوباج والرسم وصنع الميداليات. حياكم الله مشاهدينا. أطلق الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان مبادرة 101 فكرة وفكرة، هكذا نحتفل بعام زايد. وهذه المبادرة التي جاءت لتسليط الضوء على العديد من المبادرات التي نظمت في عام زايد، وفتح الباب أمام من يريد الترشيح لجائزة 101 فكرة وفكرة. والمزيد من التفاصيل معنا في الاستديو المستشار الدكتور عبد الله سعيد بن شمة رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للاستشارات والموارد البشرية والفعاليات وعضو لجنة التحكيم للجائزة 101. مرحبا بك دكتور، نورت البرنامج. أهلا وسهلا فيكم وسعد الله مساكم حضرتك والقائمين على هذا البرنامج والمشاهدين اللي هم ثروتنا في هذا المساء. تسلم دكتور. دكتور بالبداية خلنا نتكلم عن مفهوم مبادرة 101 فكرة وفكرة. طبعا اختصرتي أستاذة موضوع الفكرة، مفهومها سامي جدا لأن تيمنا بعام زايد صحيح. وحساسية هذا الاسم وغلاء عندنا احنا في مجتمع الإمارات والعالم. هذا من ناحية، وعد هذا المحور الرئيسي اللي بدأت في تسمية عام زايد. فهي احنا نقول مثلا ضربة معلم، هي ذكاء جديد يعني مميز
من سمو الشيخ خليفة بن محمد أن اختار هذا المفهوم في اختيار 101 مبادرة تيمنا بعام زايد دي لم وجمع جميع المبادرات المتميزة اللي نفذت في هذا العام. جميل. فكانت خلاصة مثل ما يقولون وختامها مسك. نعم كيد. بنيت هذه المبادرة أو هذه الجائزة على ثلاث محاور. أول شيء هي عام زايد، تيمنا بعام زايد. نعم. ثاني نقطة أن في بعض المبادرات يمكن كان عندها تميز ولكن لم تدخل في مسابقات معينة مقارنة بالمؤسسات اللي عندها ميزانيات كبيرة. صحيح. وفي بعض الناس عملوا مبادرات. نعم. على إمكانياتها، فاستطاعت أو استطاع القائمين على هذه الجائزة اختراق الواقع والدخول إلى منازل كثيرة عشان نشوف المبادرات اللي صارت من خلال مثلا أصحاب الهمم. صحيح. الأطفال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم نستثني أحد من هذا الموضوع، بالإضافة إلى تحفيز المشاركات كمبادرات للأجيال أو الجيل الموجود والأجيال القادمة. جميل. ولذا راح تتسم هذه الجائزة أو المبادرة سنويا ب101 فكرة وفكرة، وكل عام راح يكون لها عنوان يتناسب مع ماهية العام الموجودة. نعم. فالمفهوم واضح من المسمى، والتحفيز واضح من من الرقم ك101 فكرة وفكرة. فاستطاعت أو استطاعت الفكرة أن تولد أفكار وطموح وتحفيز للعام القادم في المشاركة في هذه، لأن ما فيها قيود من باب الميزانية. ما في شروط معينة يعني؟ لا، في معايير. نعم. هناك في معايير، أتكلم أنه مو بلازم يكون مؤسسة. نعم. مو بلازم يكون مثلا عنده إمكانيات كبيرة. احنا في هذه المبادرة أو هذه الجائزة ننتخب التميز. جميل. وأن تنفذ لصالح مسمى العام. جميل. ماذا سيتنقد أو الذي بتقدمونه في هذه المبادرة؟ ما راح تكرم طبعا كل المبادرات، احنا اخترنا 100 من رقم كبير. نعم. والمسألة كانت جدا حساسة في الدخول إلى أنك أنت تختار 100 من كم كبير. طبعا أكيد. أضعاف هذه 100 تقدم فيها، وفي بعض العناصر تقدمت بأشياء شبيهة، ولكن احنا حتى حساسية لما نتكلم عن فقرة التحكيم تعبنا فيها كثير، ترى هذا نرجع نتكلم عنها بعد. فراح يكرم 101 من المبادرات اللي تم ترشيحها واختيارها، وباقي المشاركين راح يصرف لهم كذلك شهادات. طبعا شو هو التكريم؟ هذا المفاجأة، احنا ما نخليه في يوم التكريم اذا. نعم. الله اراد ان شاء الله. طيب دور اللجنة في التحكيم، انت قلت طبعا صادفتكم مشكلة ان يعني كل نقول كل مبادرة احلى من الثانية او متساوية لربما. اعظم مطب في هذه المبادرة هي لجنة التحكيم. نعم. حقيقة يعني احنا نعرض علينا الموضوع، وشكرا يعني جزيلا لكل القائمين على الجائزة وثقتهم الكبيرة في ترشيحنا احنا كأعضاء لجنة التحكيم، ولكن حقيقة لم تكن المسألة سهلة جدا في وقت ضيق. نتكلم عن رقم كبير من المبادرات. صحيح. مقدم، حساسية الناس الموجودة، حساسية الجهات المشاركة. صحيح. قربها وبعدها من الإعلام، هذه كانت جدا مسألة حساسة. بس لازم تكون هناك مصداقية. احنا المصداقية هذه دائما عندنا مقولة تقول أي شيء، أي لجنة لابد أن تتهم. نعم. أي لجنة أكيد. ولكن احنا أمانتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع القائمين على الآلة. يمكن احنا سوينا غربلة للمبادرات هذه فوق 7-8 مرات. ليه؟ المعايير عندنا تحكم هذه المبادرات على اعتبار أن أول شيء تكون تتسم بعلاقتها بعام زايد. نعم. نفذت في عام زايد. الابتكار اللي كان فيها أن كيف عرض المبادرة، يعني أنا أذكر أن في من المبادرات اللي شدت انتباهي طفلة عملت تدوير لأشياء داخل البيت حولتهم. نعم. إلى عام زايد. جميل. ما حد درابها، لكن فعلا كان يبهر في ظل مؤسسات مقدمة ميزانيات ترى كبيرة. هذا اللي كنت بقوله، أن بعض المؤسسات اللي تشارك مثلا في الجوائز اللجنة تنظر لها من أن هاي يمكن مساهمة أكثر، أو أن حتى السي في مالها ترجع أن هاي مستلمة جائزة فتكون إيه في المقدمة. لا، إحنا في مسألة المؤسسات من ضمن كل اللي قدموا، مثلا في بعض المؤسسات قدمت 12 مبادرة. نعم. غير اللي عملت طول العام. نعم. لكن احنا لكل مؤسسة اخترنا واحدة. نعم. واذا بشرط ان تكون مميزة حسب المعايير للجنة. صحيح. حسب المعايير، يعني في كبار المؤسسات استبعدت من الموضوع لان. صح. اللي قدمته روتين. صح. او في جدول
الاتصال المؤسسي عندها من ضمن الفعاليات. احنا كنا ننتخب وراح ان شاء الله في التكريم راح يشوف العالم كله احنا اخترنا التميز في هذا الموضوع. صحيح، هو مش شرط ان الشخص او المؤسسه لازم تكون اساسا موجوده او لها سمعه، كان مثل ما انت تقول انت سلطت الضوء على طفله في البيت مو حد دربها. نعم. يعني بالعكس مثل هذه المبادرات اللي لازم يسلط عليها الاعلام او تسلط عليها الجوائز. في ناس سيدتي الفاضله وليعلم المشاهد ان في ناس تكلفت من جيوبها على مستوى فردي وطلعت الى القطب الشمالي. صح. على اساس انها تضع بس شعار اكيد عام زايد، وهاي اللي لازم فعلا نسلط الضوء عليها. لو هذا الشخص لم تدعمه مؤسسه ولا دعم الشخص من, من 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 امكانيات الشخصيه. نعم. يعني يستحق ان الواحد هذا يستقبله حتى في المطار. وانتم تستحقون الشكر صراحه اذا كانت اللجنه في هذه المصداقيه فعلا. احنا في دوله الامارات ليس غريب علي، لا انا ولا اللجنه. أكيد. ولا احنا الحمد لله رب العالمين تتوافد الناس على هذا البلد الكريم الغالي اللي صانعه لأمانة لمصداقيته للشفافية. صحيح. موجودة عندنا، فبالتالي احنا وايد متفائلين او فعلا يعني المبادرة هاي رسمت علينا وعلى المبادرين او اللي شاركوا بسمة. واكبر شيء كان يهمني واتكلم مع اللجنة انها كانت فعلا دافع تحفيزي للقادم في العام القادم. كيف حفزت الافراد في المشاركة معكم؟ لان عندما تم طرح او كيف تم طرح هذه المبادرة امام الجمهور؟ صراحة الوقت كان ضيق، لكن ان شاء الله احنا في مثلا معوقات كانت لان كان الوقت قصير، وفعلا من غلا زايد المغفور له باذن الله. اكيد انه ما يحب زايد. احيانا يستوي عندك اندفاع ما تعرف في اي اتجاه. صحيح. يعني يضيع عنك الدايركشن ما تعرف في صحيح. اي اتجاه تسير، ولكن الحمد لله رب العالمين. يعني شكرا لسمو الشيخ خليفه، شكرا لسعاده مدير عام دائره محمد سمو الشيخ محمد بن خالد، الاستاذ طبعا منصور يعني اللي فعلا كان يعني الوقود الحيوي لهذه الفعاليه ولهذه المبادره. يعني فعلا رجل متفهم، رجل متعاون، رجل حريص، رجل من يعني اداري من الطراز الاول، فقدم. نعم. لنا كل او ذل لنا كل السبل في حيث بحيث ان احنا نقدر نكون على شفافيه فعلا. يعني كانت السريه يعني ما في مثلا بعض المظاهرات تحضر لك تشوف شو عندك تتدخل في محسوبيات. نعم. هذا انا امام الله ابرئ هذا الرجل يعني الحمد لله رب العالمين. يعني فعلا قمة في الصدق والإدارة والتميز والشفافية في التقديم. نعم. فأرجع مرة ثانية للجنة التحكيم، فعلا تعبنا في الموضوع أنك أنت تختار 100 وترجع مرة ثانية أو 101 وترجع مرة ثانية. أن والسؤال كان حتى مطروح من عندنا احنا، ما دام هي مثلا كانت 101 ومطلوب منا نختار 100، الواحد شو؟ اي ولين الحين احنا ما نعرفه. في واحد تعرفه يعني اللي يعرف اللي مختارين المبادره والجائزه. حتى نحن بعد كجمهور نبغى نعرف. وهذه وصيه ان حتى الاعلام ما يعرف، احنا في كلجنه التحكيم ما نعرف الواحد وين هي، وهي مفاجاه حقيقيه راح تكون يوم التكريم باذن الله. هي مفاجاه راح تكون. انت خليتها مثل سؤال. طبعا ولازم عصف ذهني الحين عشان تتابعونا بعد بالاماره يعني. الله يوفقك. يعني مبادره فعلا تزرع الفرح في خاطر الواحد. انا كشخص او عندي ابناء او عندي اصدقاء احاول ان مثلا ما دمنا في يناير نبدا نعمل التميز للمشاركه في 101. انا كاني حسيتها مبادرات الشعب وواحد هو ابناء زايد يعني. والله هذه مفاجاه وهذا قالوا لنا اياه. انا اقول الكلمه يعني حتى احنا شاركنا ما نعرف. طيب التخصصات اللي ركزتوا عليها في هذه المبادره؟ في تخصصات مختلفه طبعا، احنا رحنا للاداب بمختلف تفاصيل الأدب. نعم. رحنا للتكنولوجيا، رحنا للفنون، رحنا لاستخدامات، وهذا شيء حلو كيف استخدم أو ما هي الأفكار اللي استخدم فيها شعار عام زايد. نعم. خلال عام زايد يعني في هناك أذكر أن الناس فعلا استخدمت هذا الشعار كلوحات حائطية في مؤسسات رسمية، في حد استخدم على مستوى مدارس وطلبة. أكيد. يعني استخدموا أذكر يعني ماج أو إعادة تدوير يعني كثير. لا مش إعادة تدوير، اختاروا مثلا شغلات صغيرة وجمعوها بألوان. نعم. تخص العام زايد وجمعوها وصار الشعار كامل شعار عام زايد.
ففي تميز. أنا عجبني أكثر أصحاب الهمم اللي قدموه، اللي بعفوية قدموا بإمكانياتهم، ببساطتهم. إحنا نقول يعني يمكن أقوى من الأسوياء في التفكير والتقديم والشجاعة الذاتية فيهم. أكيد أكيد. موعد الحفل حتى الآن هو في 10 فبراير بإذن الله. نعم. حتى الآن، وإذا في أي تغيير بيكون عندكم علم بإذن الله، والمشاهدين بيكونوا عندهم علم. دكتور، طبعا اللي نعرفه منك دكتور عبد الله، أنت بعد شاعر، ففي هذه المبادرة مبادرة زايد أنا بعد مسوي مفاجأة لليوم التكريم. يعني ما تبى تقوله حقنا إحنا كمفاجأة لنا بعد؟ يعني نستغل وجودك معانا. بالعكس والله، أنا يعني يمكن عندي نص كبير يمكن ما أذكره كثير، ولكن يعني ناس كثير تذكره لما أقول أنا السيد، أنا الوالي، أنا القائد، أنا السلطان، أنا اللي المجد في دمي وفوق الشمس راياتي، أنا ابن الجود والعزة، أنا قدري رفيع الشان، أنا أبوي الفخر زايد وأمي هي إمارات. الله 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 يحفظك. فهي مبادرتنا إن شاء الله راح تحمل كثير من المفاجآت، كثير من الأفراح، كثير من الطموحات، كثير من التحفيز للقادم من الأيام. احنا سعيدين جدا، انا اتكلم بلسان لجنه التحكيم. نعم. ان احنا يعني شكرا لهذه الثقه اللي اولوها يانا ودخولنا في هذا التحدي الكبير في مسك الختام لعام زايد، في مبادره تكرم 100 مبادره جعلت في سبيل عام زايد واسم زايد رحمة الله عليه. الله يرحمه ويغفر له يا رب. مخططاتكم لسنة 2019 في عام التسامح؟ والله احنا بناخذ الاستراتيجية اللي وضعها القائمين على الجائزة، وبعد ذلك التفاصيل ربما تكون عندهم أفضل، ولكن القادم راح يكون معنون بشكل أدق، معاييرنا راح تكون بشكل يتلائم مع الإنسانية والتحفيز والتميز. عندنا أمور مفاجآت كبيرة قادمة. أتصور سمو الشيخ خليفة من الناس اللي قدر يعني يأتي بفكرة مثل هذه شمولية. نعم. إلى حد كبير، وبإدارة السيد منصور إسحاق، يعني أمر صراحة خلانا إحنا كذلك نفكر ونساهم في القادم من البرنامج القادم بإذن الله في هذه المبادرة. نعم. دكتور، أنا بكلمة أخيرة بس، هم في داخل قالوا لي بما أنه شاعر إحنا نبغى نسمع معاه شيء حتى لو كم بيت. أنا مو مهيئ شعريا، أنا مقدر مهيئ جائزية. أي شيء عن زايد يعني. شوف أنا هم داخل يقولوا لي الحين بجلب الضفة. وجودك دكتور يعني فرصة. بالعكس، بس بقول لك شيء، انت الحين اذا دخلتونا في عالم الشاعري اقول خذيت اللي تبغاه مني، خذيت اللي تبغاه مني، وصلت لاخر اهدافك خلاص، وخذت مصلحتك وقلت ان الحشا عافك، يعوف يعوف ولو يكره لمعلومك ترى احسن. انا مندم على مثلك واقول الحظ لا شافك، اعطيتك كل ما عندي، اعطيتك قلبي وعقلي، وغطيتك بتفكيري من ما طاك الاكتافك. بعد كل هذا يا الظالم تجافيني وتتغير، وترمي الحبل على الغارب وتكشف خلوه اصدافك، ولكنك نسيت اني نهر يجري ولا يوقف مع الايام، انا اقدر انسى حتى اوصافك. راح تعود لي مكسور، راح تعود لي مكسور، وغيرك شارين ودي، ولما تجيني راح امنعك واقول هي ترى طافك. الله يعطيك العافية. شفت يعني فرصة وجودك معانا. الله يحفظك دكتور. كلمة أخيرة تقدم خابنا. والله احنا شاكرين لكم كل الستاف اللي حوالينا، جزاهم الله خير، وشكرا لمن يشاهدنا الآن واستمعنا يستمع لنا إلى الآخر، وشكرا إلى سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد النهيان، وشكرا للأستاذ يعني مدير عام الأستاذ منصور إسحاق سليمان، يعني والقائمين ولجنة التحكيم والقائمين على هذه المبادرة اللي فعلا هي ابتسامة في مسك الختام. وأتمنى، وهذه رسالة من القائمين على هذه المبادرة، أن نحتاج إلى تميز قادم، لأننا راح تكون التكريم راح يكون أكبر، وراح يكون على مستوى أكبر، وخصوصا وإحنا يعني اجتذبنا مبادرات من خارج الدولة، يعني دولية كذلك، ما شاء الله. فتطلعاتنا كبيرة إن شاء الله في القادم، وهذه رسالة للمشاركة في السنة القادمة إن شاء الله متى ما تبان المحاور الرئيسية. فأهلا، صدرنا واسع
بوسع صدر حياه سعيد. الله يحفظك. نعم الله يحفظك. مستشار دكتور عبد الله سعيد بن شم رئيس مجلس اداره مركز الامارات للاستشارات والموارد البشريه والفعاليات وعضو لجنه التحكيم لجائزه 101، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 ساعات. كل الشكر والتقدير لكم. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. مشاهدين اختتمت بطولة الجيرة الدولية محترفي الجوتوتسو منافسات نسختها الرابعة أمس وسط مشاركة لاعبين 46 نادي محلي وإقليمي وعالمي، لتشهد البطولة نموا في أعداد اللاعبين المشاركين بنسبة 20% مقارنة بالنسخة الماضية. وأكيد اليوم بنتعرف على بطلتنا، بطلة الجوتوتسو عايشة الظنحاني، خلونا نرحب بها. مرحبا بك عايشة ونورت البرنامج حبيبتي. نورت. الله يعطيك العافية. ما شاء الله عليك، يعني كون بنت الإمارات ودخول بنت الإمارات لمثل هذه البطولات شو يعني؟ الحين هي البنت الإماراتية لازم أن تكون، لازم يكون عندها حلم في حياتها. وأنا كان حلمي أني أكون بطلة في أي رياضة، أي رياضة عالمية، وكنت أشارك بأي رياضة أن تكون بخاطري، ما أخلي شيء بخاطري. نعم. وكانت رياضة الجيتسو حلم عندي. كيف كانت بدايتك معها عايشة؟ يعني كيف قلتي حق أهلك أن أنا بهذه بهالرياضة بالذات؟ أول شيء أنا كنت أشوف هاي الرياضة في إنستا. نعم. كنت أشوفها، يعني كانت عايبتني إلا أشارك فيها. وقبل 8 شهور كنت، يعني هاي أول بدايتي يعني في الجيتسو، كان أول تدريب. وأشكر يعني أستاذ راشد الحمودي. نعم. اللي هو مشرف رياضة الجيتسو، وأشكر منيرة ظنحاني إن تعاونت مع راشد الحمودي. نعم. وفضلهم إن رياضة الجيتسو توفرت عندنا في النادي، وهي مدربة ليندا، هي يعني فضلها أنا صرت لهاي البطولة وأشكرها يعني. نعم عايشة، طيب شخصيتك، خلينا نتكلم عن شخصية البنت الإماراتية، يعني أنت قبل كيف كان شخصيتك يوم دخلتي خاصة في هذه الرياضة؟ يعني مش رياضة عادية، ممكن نقول سباحة متعودين عليها، أشياء ثانية متعودين عليها، بس الجوجيتسو. هي السباحة أنا دخلتها 2 سنين. نعم. بس يعني فادتني، وأشكر يعني الكابتن وكل شيء. بس شو اللي غيرت في شخصيتك هذه الرياضة؟ الرياضة القوة، غيرت مفاهيم في حياتك، خلتني أقوى، وخلتني يعني شو أفهم شو يعني هي القوة يعني. نعم. وخلتني يعني نقول رتبت حياتي، وخلتني يعني مثلا الحين أنا أروح التدريب أستانس هناك وأرجع البيت، وأكون يعني أحس جسمي يعني هو انه يكون افضل يعني. اكيد لي. اكيد، لان انت افرزتي هرمون السعاده، معناته انت دخلتي وتخلصتي من اي طاقه سلبيه حولك، واكيد هالرياضه انعكست عليك خلتك منظمه اكثر. هي صح صحيح. اكيد. طيب نتكلم عن مشاركتك في بطوله الجيره الدوليه الجوتسو، ماذا اضافتك هذه المشاركه في حياتك؟ نقول بدايه معناته ما شاء الله توك باديه. هي توي باديه، وهاي كانت اول بطوله حقي. نعم. وكان حلمي اني اسير بطوله وتحقق حلمي، وما شاء الله يعني أول ما رحت هاي أول بطولة خضيت الميدالية البرونزية المركز الثالث. هذه البداية، هاي البداية يعني إن شاء الله البدايات الثانية تكون أحسن. شوفي أنت دخلتيها على شكل حلم، قلتي أنا كنت أحلم فيها وكنت أتابعها في الإنستا، ودخلتيها بفترة بسيطة وما شاء الله عليك أحرزت المركز الثالث، يعني مش صعبة على عايشة أن تشوفها باكر إن شاء الله في المحافل الدولية العالمية بالمراكز الأولى والمركز الأول. أكيد. طيب استعداداتك وتجهيزاتك لهذه اللعبة كيف كانت استعداداتك؟ أول كنت شيء كنت طالبة بعد في المدرسة. هي أول شيء أنا كنت أدور يعني وين هالمكان، وين يعني وين أسير، شو أدور، كنت نعم. أتصل وأدور وين. حلو. لين ما حصلت أستاذ راشد الحمودي. نعم. وخليته يتواصل مع مديرة مركز نادي مركز فتيات مربح. نعم. وسولنا هناك يعني صالة حق التدريب. يعني نقول البداية كانت من عندك. هي حبيبتي. ويعني وكنا نروح يعني تدريب، كنا نجمع بنات نجيبهم التدريب يتدربون،
وها كانت البداية. شفتي فكرتك؟ كانت فكرة جميلة. أنت بديتي وكنتي تدورين بشغف عن هذه الرياضة وتعنيتي وبديتي أول المشوار وأول خطوة وفتحتي عندكم فرع في مربح. إيه. أكيد الله يحفظك. عمرك أي صف حاليا أنت؟ في الصف العاشر. أول ثانوي. طيب أكيد يتابعون معنا طلبة وطالبات أو أمهات كذلك، نبي نتكلم عن دور الأسرة مع عائشة وكيف استطاعت أن تنظم، كيف قدرت تنظمين وقتك في دراستك وخاصة أنت في العاشر، يعني ما شاء الله المواد والامتحانات تبارك الرحمن. يعني صح أنه صعب شوي من ناحية الدراسة، بس يعني أهتم في الدراسة أنظم وقتي، يعني التدريب يكون ساعة ساعتين أول ما أوصل من المدرسة مثلاً، يعني أذاكر شوي حلو، بعدين أروح التدريب، بعدين أكمل، وبعدين يعني يقول خلاص أنت مرتبة أمورك متنازلة عن أشياء ثانوية يمكن ما لها معنى، صح؟ هي وايد أشياء. دعم أسرتك، دعم الأم والأب أو الإخوان أو خواتك اللي حولك. أشكر أمي، هي اللي دعمتني وهي يعني أكبر دعم حقي، وسلام حقها لأمريكا. كيف شجعت؟ هي أول شيء يعني هي موجودة حاليا هني؟ هي لا بأمريكا. أمريكا الله يحفظها يا رب ترد لك السلامة. أول شيء يعني يوم أقول حقها إني أبي أشارك بهالرياضة يقول حقي أوكي شاركي وتي وتدعمني، وتقول حقي أي بطولة مثلا يعني تشجعني، وتقول حقي يعني تعطيني كلمة دافعية، يعني أشياء يعني أكيد تشجعني بأشياء. أكيد أكيد. طبعا الحين بنشوف لك تقرير، بنشوف معك مع المشاهدين ومعك هالتقرير وهنرجع نتكلم عنه. أوكي. أوكي. بطولات جسكم البطولات العالمية اللي تنقل دائما دولة الإمارات، نقل دولة الإمارات لمصاف الأندية الرياضية أو لمصاف الدول اللي تقدم مستويات جيدة في هذه اللعبة. أعتقد الدعم اللي تحظى فيها هذه البطولة من قبل أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين والقائمين على هذه اللعبة يتحتم على كل الرياضيين دعم هذه اللعبة. أعتقد تواجدها اليوم في إمارة البجيرة أيضا عطى زخم لتحديدا لإمارة البجيرة أن يتواجد على سلم بطولات المحترفي الجودسكو، وأعتقد هذه البطولة هي نواة لبطولات عالمية. وطبعا حظيت إمارة البجيرة حقا في آخر 3 سنوات بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد البجيرة على أن تكون هذه اللعبة من رقم واحد في إمارة البجيرة، وهي طبعا حاليا بدأت تشق طريقها نحو المقدمة ونحو طبعا مشاركة كثير من أبناء الفجيرة وأبناء دولة الإمارات في هذه اللعبة اللي أعتقد هي بتكون رقم صعب مستقبلا إن شاء الله. برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، حقيقة انطلقت فعاليات بطولة الفجيرة لمحترفي الجوجيتسو البارح، واليوم نشوف إقبال جماهيري كبير، كثير من الأسر، كثير من العائلات، كثير من اللاعبين. الحمد لله رب العالمين، هذا الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه ان نوجد قاعدة جماهيرية للعبة الجوجيتسو هنا في إمارة الفجيرة. احنا حقيقة نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتعاملهم معنا. اليوم نشوف منافسات كبيرة في البدلة، البارح كان اللبس اللعب بدون بدلة، اليوم بالبدلة. اليوم صراحة أجواء خرافية أو أجواء تنافسية، الكل حقيقة يحرص من خلال 60 نقطة اللي توزع على اللاعبين، الكل يريد 60 نقطة اللي هي الميدالية الذهبية. الحمد لله رب العالمين، احنا استطعنا من تعاوننا مع الاتحاد للجوجيتسو في نادي الفجيرة للفنون القتالية لكي نقوم بتنظيم بطولة على أعلى مستوى. طبعا هذه الرياضة انتشرت وأتت بنتائج إيجابية ليس بس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي. الدولة حصلت على ميداليات ذهبية عديدة خلال الفترة السابقة، ومنذ بداية هذا الحدث
وهذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب تطور المنشآت الرياضية المختصة لهذه هذا الحدث، وطبعا والرياضات الأخرى. وطبعا هذه الرياضة لها دور فعال في تنمية الشباب وأعطائهم دور في كيفية النظر والتعامل بها بطريقة جيدة. أتدرب من سنة ونص وأخذت 7 ميداليات ذهبية، وآخر بطولة لعبتها بطولة الشهيد. أشكر كابتن إبراهيم الحوسري على بذل جهده على تدريبي. خلينا نتكلم عن هذه المباراة، خلينا نتكلم عنها، تعليقك على هالتقرير. احنا شفناك بس شفنا شوي بس يعني لفتة سريعة، لفتة سريعة. شيء هو كان شيء ممتع ان اكون هني في هالبطولة. مجيرة. واول شيء هي البطولة. نعم. اذا تبين تعرفين كيف عن شو يعني انت مناسب. انا يعني انا كنت يوم كنا نتابع التقرير كنت اكلمك واقول لك شو شعورك وانت مع الخصم، كيف انت تقدرين تسيطرين على الخصم تتغلبين عليه؟ اول شيء انه يعني هو مثلا اللي اتنافس، الشخص اللي اتنافس معه. نعم. لازم بتفكيري يكون لازم اسوي هالحركه مثلا. نعم. بعدين لازم افكر بسرعه، يعني هو يسوي حركه لازم انا اسوي حركه ثانيه تكون احسن من الحركه اللي هو سواها. نعم. وانه وفوز عليه او يستسلم. نعم. طموحك عائشه وين حابه توصلين؟ انا اتمنى يعني كل شخص يشارك بهالرياضه الجيجيتسو. نعم. و يعني هي رياضه يعني عادي نفس كل الرياضات بس تخلي الانسان اقوى، يعني مثلا بس يبغى لها تحدي وقوه. تحدي وقوه أكيد. اللعبة الجوجوتسو عايشة الضنحاني، شكراً تواجد اليوم معانا حبيبتي في هذا البرنامج. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. مشاهدينا العديد من الورش الجميلة والهادفة يقدمها بيت الفن في الفجيرة، وأتحفنا بكثير من الفنون الرائعة والجميلة، ولكن ما يميز هذه الورشة اليوم أمس هو التحكم بخيال الظل للتعبير عن محتوى هذه الورشة. والمشاهدين خلونا نتعرف أكثر عن قصة الخيال أو خيال الظل مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ علي الطناجي مقدم ورشة خيال الظل. مرحبا بك أستاذ، نورت البرنامج. مرحبتين مذيعتنا، كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. في البدايه استاذ علي خلينا نتكلم عن هذه الورشه خيال الظل. ايه، قصه خيال الظل. نعم. هي مجرد قصه عاديه استعمل فيها اسلوب مسرح خيال الظل اللي كان بالدوله الفاطميه. نعم. ويعتبر هذا بعض الباحثين ان بدايه المسرح عند العرب بين خيال الظل. نعم. والبعض الآخر اللي يعتبر أن المسرح يمن الغرب يوم مارون النقاش أدى مسرحية البخيل مع عائلته. نعم. في لبنان. الهدف من هذه الورشة شو أو الرسالة اللي بغيت توصلها من خلال هذه الورشة؟ هي القصص دائما لها عبر ومعاني جميلة. نعم. وحكم، فإحنا نبي نوصل هالحكم والعبر والدروس المستفادة من القصص للجمهور العام. نعم. خصوصا الأطفال، لأن الأطفال يعشقوا شيء اسمه قصص. أكيد. طيب إذا تكلم عن آلية التحكم في خيال الظل، يعني أنا وكمشاهد نبغى نعرف كيف كانت سردك لهذه الرسالة أو لهذه الورشة. هي الفكرة بسيطة. نعم. نستعمل صندوق مغلق مفتوح من جانبين. نعم. الجانب الأول مغطى بقطعة قماش. نعم. والجانب الثاني نحرك فيه الشخصية ونسلط عليها الضوء فيبين الظل على القماش. نعم. وأسرد القصة أنا بنفسي. جميل. يعني أنت تحاكي القصة وتحاكي الأحداث، يعني نقول السيناريو والمسرح كله أستاذ علي هو اللي يقدمه الوحيد.
عفوا عيد السؤال. يعني المسرح ككل تكوينك للمسرح وتكوينك أيوة. حتى العرض المسرحية كان بشغل نقول فردي، شغلك انت روحك. ايوه شغل فردي. نعم الله يعطيك. ولكن القصة هو جايبنا من كتاب. نعم. ما أنا من تأليفي. نعم. مع أني أنا ألف قصص بعد، ولكن هذه القصص اللي سردتها من كتب. نعم. المشاركين أو الفئات اللي أنت حبيت تركز معاهم بس الأطفال أم هناك الكبار؟ بهذا الورشة حبيت نعم. أركز بس على الأطفال. نعم. ولكن بعد شاركون الكبار ما شاء الله واستمتعنا. الله يعطيك العافية أستاذ علي الطنيجي مقدم ورشة قصة خيال الظل، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. العفو. الله يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا للختام، نتمنى إن شاء الله فقراتنا نالت إعجابكم، نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت، مع السلامة.